إن هذانا آنن بيشا لغفة إذي سني معيشة دها يوحي إبسانا يان يراشنك خاص لغو ديغو ولا ليال إلهي وإدو ودين ياي خاص قديغا والله أمد عناهات قبتين أمد عناهات قبتينو غفانات كن نقوتين دادكي ناسي مركاسي علاها يستاهي أينو إلهي وغيابنو أن دادك هاين تودو خاصيسا إيغنو أينو مركاسي معيشة دا آدو تبينو معيشة دا آدو تبينو كان عصت هذا نوح الله حي وبشي رمضان مع شدة ضدك ضيرتها إن هوس يقول دكتين وطقيمها أقولنا حريستين سدوا إلى هاي نقولنا حريست ولا ليال أيام كنت عايزنا إن شاء الله سنة كورة ولا خلاص سوما والله سوما اللي أنت قاعد أيه ما تقارن مالين بقى كده سنة كم ما أنت هنا أنا مالين كده مني أمة الإسلام كأي الله سوما دونا برواقع كتير لا الحمد لله رب العالمين شعبنا كنا المجال ده بوري محرض ده قبل كأوضل تلفيش قاعد مجا يقول نبي تي في وح وح كوي دي يي عشان ده يسوع كله سود ويت في شهر رمضان بقولنا باقي كان عشان ده قبل كأوضل إن مع عشان ده تبيان وحنا كتير وابين أقا روب هنا نود داي أي بشي رمضان نوت في وحن هلكن كفر يا أمضى والحمد لله والنبي قليو قبل كأوضل ده ما أنتي لا سعانو انه وحن لا هي لا هي نبت قليو الى هي امضى دي قد عادينا سي لا هي قلبي قوغا الى هي محبها قليو الى هي سكسور دويو كل يبدا وضد اسلام او ديك دادين ايوي بشي رمضان بالله بالخما وانا اكسنا ما كرانسا الى هي با سو دجي بشا رونا هانتي بشنا دوا بلا دي ادو خير بدن وي وحي كغا دوبنت هاي بشن وا بل بركايسن او ده روب يو وحي كسو ان وحي كسو بيغتاي برواق كسو بيغ دوداهي الى هي وحي ديسن لا تو ان الله عافمت قبي نو غارسيو لكن بشهر رمضان وحي نوغا باهنتي dadaal iyo juhdi dheerada marka waxa ku soo koobaya inuu afar qodob koow waa shahru ibada oo bil ibado in bisha lagu dadaalo oo wixii khayr leh lagu dadaalo sababtoo nabi kaleey salaam uu noo sheegay fal yaqulla khayran aw li yasbut ama wax khayr loo ku hadal ma inaad iska amusto wax ka qorin ma jiro sababtoo malaa'ig way ino fuushan malaa'igta ay ino fuushani وحوين ورقيب يعتي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب يعتي هذا ودنكو وح فرق وين بعود حيا ودنكو بشا بشي دي نبض بوح لكن بشن على هذا اللي قلت لا هي نجاق قبض وكديجا بحية النفط بحية سنة لا بض قلبه وكلمة لا إله إلا نحن رسول الله بشكلية مكان مرادي لا إله إلا نحن رسول الله بشكلية بل هل يسوي ديو قفكم مركو دينتو إلهي محبوك واجد فهاش أهل السويدي لا هي محد له ارتك هنا قال الله لازم تقال تمية هنا قال مش هيك هنا قال لي من يوم شفته إن كلمة دي لا هي معلن تعدي ما تو لا هي محد له ارتك إن لا هي بينه ولا ذنبي لا هي بينه ولا عبورتي لا هي مر حدو هنا ولا عبورتنا دي لا هي عدة جوابه هاي سمر خي دي ما تو إيه كجبت بعد سد قال خالو قشرو ولا هي محويدي سنة نعين لا هي نيجا قبوشة مكان تيني نا سدويت بشر غانا بركنسل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرتا قارحان وحن سلام يا تي في قبل نبي تي في يو وريه سان محمد فرماتشو بسم الله الرحمن الرحيم هديان سكوتا يان سياشة ويدي سان وريه هرتا بشر رمضان وابل بركة سان وحين خاصة هاي dadka muslimiinta aanu fikir ahaantayda waxaan oran lahaa in Ilaahay bisha barakeysane ayaamu gaarsan yihiin si khayr qabtay Ilaahay inuu gaarsiyo waxaan ku soo dhaweynaynaa farxad iyo barwaaqo iyo roobka iyo nimcada iyo waxa isku beegmaya cibaadada bisha Ramadaan waxay kaga duwan tahay bilaha kale waa bishii cibaadada laga soo mayay wixii kale xumaana iyo cunto iyo wixii adu nafta fasahaadinayo dhan bishani waxay muhiim u tahay muslimka waana maalmaha ugu wanaagsan ee Ilaahay noo dooray marka ninku Ilaahay gaarsiiyo khayrka bisha Ramadaan ka faa'iideysto ayaan oran lahaa waxaad ka mid tahay soo weeyay kulan magaalada Doorme xarunta gobolka waxaan wax ka weydiinaynaa soo dhaweynta bisha Ramadaan ee barakeysan
barwaaqay nagu mataqaana nagu soo gashay bisha Ramadaan bil roobab lahayd bishan iyo mataqaana sanadkan sanadkiisa ilaa inuu gaarsiyo badana soo galay bil hore Ramadaan ee fudud inuu soo haysan hayso gudda bil hore soo galay Ramadaan tan iyo Ramadaanada waxay ku kala dugayeen Ramadaanada iyadoona roobku xilli kulayl bay noo soo galjay iyadoona roobku dii tanina roobkii baa ka sii hor bilaabmo khayrkeega ileeda ilaahay si fiican aanu soo dhaweynayna khayrkeega Allah ina siiyo deewa bil cibaado dadka ka faa'iideysta leena dagaalkii iyo colaadaha iyo waxa jirana ilaahay naga qaftaan leena ilaahay jalla wacala waxaan weydiisanaynaa bisha Ramadaan ee fadliga leh inuu khayr iyo barwaaqo inuu gaarsiiyo waxa ka halay laba maalmood ama maalin waxaan ahayn insha Allah bishan waxay ka gaajisan tahay bilihii hore in bishan barwaaqo iyo roob iyo nimcad ayaa ilaahay jalla wacala uu inoogu bilsiiyay dalayaal baahan dad aan ceelna u qodnayn ceelal yana u maqnayn dad guriyaha ku hoos jira oo ku gaajaysan oo ku dhimanaya qaarkood dad aan xalay qacshaynin saakara qureecan qadana aan war ka haynin dadka caynkaasa dadka alla wax siiyay ilaahay waa idin kula xisaabtamaya waa idin ku imtixaamaya inaad dadka u fiirsataano hoos aad u eegtaano bishan waa bishii sadaqaadka aad ku dadaashaan inaad dadka aad ka farxisaan aad dadkaasi wax tartaan nin walba wax haysto xujay kugu tahay adiga ilaahayna sii khayrkeega bisha Ramadaan waa soo dhaweynaya aad iyo aad soo dhaweynaya waxaan soo dhaweynaa bisha Ramadaan barakeysan ilaahay quraankiisa wuxuu ku sheegay qofka Ramadaanta Ramadaanka aniga iskale qofkii Soomaan aniga ka abaalmarinayna mar walba waan ku qasbanaa inaan soono waa tiirka islaanimada tii hore si fiican khayrle oo toobad laban ku soonay dadku dagaal kama jirin Ramadaantii hore ee xarjeeniya dagaal in lagu joojiyo maanta waxay kaga dugan tahay bishan bishii Ramadaan oo bilannin baa maanta wuxuu ilaahay nimcada ilaahay wiina siiyay roob bay kaga dugan tahay bishani awalan waxaan leeyahay ummada muslimiinta ku soo aad baan u soo waxaan leeyahay dadka muslimiinta meel walba ay joogaan bisha Ramadaan fadligeeda iyo khayrkeeda ha laga faa'iideysto waa maxamed qalle cismaan maxamed farmaajo kubinima tv magaalada buuro